استقبل معالي المستشار أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أعضاء لجنة الأخوة الأردنية البحرينية بمجلس النواب الأردني برئاسة سعادة النائب رمضان محمد فلاح الحنيطي. خلال اللقاء أكد معاليه أن العلاقات الأخوية الفريدة بين المملكتين والشعبين الشقيقين تمتد إلى سنوات طويلة، وشهدت خلاله تعاونا وتوافقا في الرؤى والمواقف وتنمية في مختلف المجالات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية وقدم نموذجا فريدا ومتميزا للعلاقات بين الأشقاء. أعرب معاليه عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين على كافة المستويات، والحرص الكبير الذي توليه قيادتي البلدين لتطوير وتعزيز هذه العلاقات. خلال هذه الزيارة تم عقد جلسة مباحثات برلمانية لتنسيق وتطوير العمل وتبادل الخبرات وسبل مواجهة الإرهاب والتطرف بشتى صوره من خلال التشريعات وتوحيد المواقف، إضافة إلى استعراض المشاريع والخطط الاستراتيجية بالأمانات العامة وما قام به مجلس النواب من جهود حثيثة للارتقاء بالعمل البرلماني على مستوى مملكة البحرين.